اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيه ابرز ما كتبتها الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، لكن بعد جوله في اهم العناوين. من موقع الهيئة نت: القوات الحكومية والميليشيات ترتكب جرائم ممنهجة ضد أهالي قضاء الطارمية الشمالية بغداد. من صحيفة العربي الجديد: 72 ساعة حاسمة لتشكيل الكتلة الأكبر في العراق، سباق واشنطن وطهران يحتدم. ومن صحيفة المدى الكرد: يطلبون يومين لدراسة مشروع التحالف الرباعي للانضمام إلى الكتلة الأكبر. من صحيفة الزمان: حقوق الإنسان تعد البصرة مدينة منكوبة وتحذر من تفاقم أزمتها. من صحيفة القدس العربي: روحاني يطلب من أوروبا ضمانات بشأن القنوات المصرفية ومبيعات النفط. ومن صحيفة الشرق الأوسط: واشنطن شكوى إيران أمام محكمة العدل تدخل بالحقوق السياسية الأمريكية أو السيادية الأمريكية. ومن صحيفة الخليج الإماراتية: الأمم المتحدة جرائم جيش ميانمار استهدفت إبادة الروهينجيا. أهلا بكم. أكد قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين أن محافظة ديالى تشهد منذ سنوات عدة اعتقالات عشوائية وقتل وتهجير طائفي على يد ميليشيات الحشد التي لم ينقطع مسلسل إجرامها ضد أبناء المحافظة. وأشار القسم في تصريح صحفي إلى أن جرائم الميليشيات الطائفية في ديالى امتداد لاستكمال النفوذ الإيراني في العراق. القسم أوضح أن أبناء محافظة ديالى عاشوا أسوأ أيام حياتهم بسبب الابتزاز والترهيب عن طريق العمليات الانتقامية البشعة كالقتل وإحراق وهدم منازلهم على رؤوسهم أو تهجيرهم منها عنوة والاعتقالات العشوائية. وبيّن القسم أن من أواخر أمثلة هذا الإجرام مقتل شخصين من أهالي قرية بروانة في قضاء المقدادية بحجة الخطأ، هما كريم أحمد سلمان الخلاني وغسان سلوم شفلح العزاوي، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف والقتل هذه تعد رسالة واضحة من الحكومة وميليشياتها موجهة إلى أهالي المنطقة، مضمونها استمرار النهج الطائفي بالقتل على الهوية بطرق وأساليب أخرى. وإزاء ذلك، شدد قسم الإعلام في الهيئة على أن ما تقوم به هذه الميليشيات وبتواطؤ حكومي من أعمال إجرامية في محافظة ديالى منذ سنين هو امتداد لاستكمال النفوذ الإيراني في السيطرة على العراق عن طريق افتعال الأزمات وحماية المكاسب وتحقيق الأغراض الدنيئة وفق خطة ومنهج دموي معد سلفاً تحت إشراف قيادات الحرس الثوري الإيراني. ولفت قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين لأن ذلك كله يؤكد رؤية الهيئة في أن هذه الحكومة وميليشياتها لا تختلف عن سابقاتها في كونها تسير في المشروع الطائفي نفسه الذي يهدف إلى تمزيق العراق وإسكات كل صوت يدعو إلى استقلاله وحماية شعبه ووحدة أراضيه. منذ فجر ذلك النهار الوحشي من عام 2003 حتى حين غزت الولايات المتحدة وبريطانيا العراق وحتى اليوم نحن نسمع عن الإرادة العراقية المستقلة التي لم يعد أحد لم يتاجر بها، حتى الغزاة أنفسهم استثمروا فيها فقالوا إن الغزو والاحتلال جاء لتحقيق تلك الإرادة، بينما الكل يعرف معنى الغزو وماهية الاحتلال. هذا ما أشار إليه دكتور مثنى عبد الله في مقاله بصحيفة القدس العربي. عندما شكلوا مجلس الحكم في تموز 2003 قالوا بأنه يمثل الإرادة العراقية المستقلة، على الرغم من أن الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر اعترف في مذكراته بأنه ساق أعضاء ذلك المجلس من العملاء العراقيين بصوت الإدارة الأمريكية كي يشكل بهم تلك الهيئة القبيحة.
حتى إيران التي شاركت الغزاة في احتلال العراق كانت تؤكد أن الحكومة العراقية ذات إرادة مستقلة، على الرغم من أنها تسيطر على العراق وتتواجد في بنية العملية السياسية، ولديها دمى عديدة تتراقص على المسرح السياسي مسبحة بحمدها. واليوم وفي خضم السعي المحموم لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد انتخابات حصل فيها تزوير تاريخي، تنطلق أصوات الساسة جميعا سنة وشيعة وأكراد للقول بأن حراكهم ليس بضغط من أحد، وأن الحكومة ستتشكل بإرادة عراقية خالصة. إذن على ما يتواجد ممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي بريت ماغورغ في بغداد؟ ولماذا التقى كل الزعامات السياسية وحثهم على تشكيل الحكومة؟ فهل يمثل الرجل الإرادة الأمريكية أم العراقية؟ ولماذا تواجد الجنرال قاسم سليماني زعيم فيلق القدس الإيراني هنالك أيضا؟ ألا يمثل الإرادة الإيرانية؟ الكاتب يقول إن هؤلاء المدعين المتشدقين بكذبة الإرادة العراقية المستقلة قد فاتهم أن هذه الإرادة لم تعد موجودة على أرض الواقع إطلاقا، وأن القرار الوطني العراقي غادر عقل وضمير كل الذين قبلوا بالعملية السياسية بغض النظر عمن اعتبر نفسه معارضا من داخلها أو مواليا لها، لأن كل القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في الساحة العراقية تنظر إليهم على أنهم مجرد دمى لها، وأنهم يفتقرون تماما إلى الحاضنة الشعبية المؤيدة لهم. لو كان للأحزاب المشاركة في العملية السياسية في العراق وتلك التي فازت في الانتخابات أخيرا ودخلت في مستنقعها ذرة من الغيرة والأخلاق لاهتمت قليلا ولو من باب الخداع والتضليل بالحد الأدنى من مطالب المنتفضين كتوفير الماء والكهرباء، بدلا من أن تنصب جهود قادتها على عقد التحالفات والتسابق فيما بينهم حول تسمية الكتلة الأكبر لتفوز بتشكيل الحكومة وتضمن لنفسها حصة الأسد من جسد العراق الجريح. عوني القلمشي يقول في صحيفة العرب الجديد إن تلك الأحزاب فقدت ذرة الغيرة والأخلاق منذ قبولها دور العميل لقوى الاحتلال وتنفيذ مخططاته الغادرة، سواء كان المحتل أمريكيا أو إيرانيا. لضمان حصة الأسد توجه متزعمو هذه الأحزاب إلى أولي الأمر أمريكا وإيران لتقديم فروض الطاعة والولاء، فهم يعلمون أن هذه الدول هي التي تتحكم بتشكيل الحكومة وهي التي تسمي رئيسها، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات المزورة أو قوة هذه الكتلة أو تلك. المرتزقة والوصوليون يحاولون قلب الحقائق وتبييض صفحة هؤلاء العملاء من خلال تسويق الحكومة المرتقبة وبرلمانها المزور أنها حكومة وطنية مستقلة وعابرة للطائفية لتكون قادرة على إخراج العراق من ظروفه الصعبة التي يمر بها حاليا، ليجري الوصول إلى تمريرها بين الناس وكسب التأييد لها، وبالتالي تبرئة ساحة أحزابها الحاكمة من سرقاتها وجرائمها وتدميرها العراق دولة ومجتمعا. أكثر ما يثير الاستهجان في هذا الخصوص هو موقف بعض الأقلام وبعض المثقفين والسياسيين كونه يثري على هذه الأكاذيب نوعا من المصداقية، ففي وقت توصل فيه الناس إلى قناعة بعدم جدوى المراهنة على الحكومة المقبلة واقتناعهم بعمالتها للأجنبي وبفسادها وسرقتها المال العام، يدعون العراقيين إلى وضع ثقتهم بالحكومة المقبلة ويعشمونهم بالإنجازات التي ستحققها، وخصوصا مطالب أبناء الانتفاضة البواسل. الكاتب يرى الانتفاضة الشعبية المباركة التي اندلعت قبل أسابيع متقدة لم تزل طاقتها وإمكاناتها الثورية والإبداعية متفجرة، والقيادات الشابة التي أفرزها طريق الكفاح على مدى السنين الماضية أصبحت واعية وأكثر خبرة، فالشعب العراقي على يقين أن هذه الانتفاضة ستقرب موعد الانتفاضة الكبرى، وأدرك تماما أن المحتل سواء كان أمريكيا أو إيرانيا أو عملاؤه من هذا الحزب أو ذاك لن يتنازلوا عن مكسب واحد من مكاسبهم طواعية أو سلميا. ما زال صخب التصريحات والتلميحات يصدع رؤوس متلقي أخبار تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر
وسط مصادفات موضوعية واعتبارية للقوى الثلاث المؤثرة على صناعة هذه الكتلة النجف، واشنطن وطهران، باعتبارها نقطة الانطلاق لحكم العراق في السنوات الأربع المقبلة. مازن صاحب يصف في صحيفة الزمان هذا الصخب أنه أقرب إلى ليلة الهرير المعروفة في واقعة الصفين، والتي أخذت قياسا في البلاغة عن صعوبة الإتيان بموقف حاسم. ربما يعبر واقع الوصف عن ما يحدث كل أربع سنوات في تشكيل الكتلة الأكبر، لكن ما يحدث اليوم يختلف كلياً. فالعراق على مفترق طرق بين نموذج إدارة المعركة بالنتائج وفقاً لمخطط إدارة الفوضى الخلاقة الأمريكي، والذي انتهى فيه العراق إلى نموذج قابل للتغيير بأقل الخسائر، بعد أن نجحت واشنطن في نقل المعركة ضد الاحتلال الأمريكي إلى معركة مجتمعية. كلما تتصاعد حدة الرغبة بالتغيير نحو بناء الدولة والانتهاء من صراع مفاسد المحاصصة، تستعيد أصولها الطائفية وتتمسك الأحزاب بنفوذ القوى الإقليمية. يتمثل الاختلاف اليوم بأن استعادة تلك الأفكار لأحزاب المعارضة كنموذج لجذب الجمهور أصبح بالضد منها، لأن المقارنة التي تريدها واشنطن قد نجحت في تحول تلك الأفكار إلى ليلة هرير أخرى ضد هذه الأحزاب الإسلامية، فيما تحاول طهران شراء الوقت بانتظار ما سيؤول إليه الموقف من العقوبات التي تفرضها واشنطن. هل ستتشكل الكتلة الأكبر وفق النموذج الإيراني في نفوذها المتغلغل عراقيا حد النخاع، أم أن الفوضى الأمريكية بعد أن ضربت أوتاد المجتمع ستعصف به وتترك الأحزاب الإسلامية تواجه استحقاقات الغضب الشعبي؟ يختتم الكاتب بالقول أن الأحزاب العراقية التي تتماحك فيما بينها في نقل النائب من كتلة إلى أخرى برشوة تزيد عن مليوني دولار ستكون أمام ليلة هرير مريرة، وستحتاج الكتلة الأكبر إلى ولادة قيصرية في برنامجها الحكومي، والشخصيات التي تكرر نموذج إخراج صالح المطلق من السباق الانتخابي ثم تكليفه بمنصب نائب رئيس الوزراء. فاليوم ثمة أسماء لشخصيات تدخل الحلبة الحكومية تكرر حولها ذات الهتافات القديمة في حكومة المالكي، لكن بصخب أعلى. يتعامل الإيرانيون أتباع نظام ولي الفقيه مع العراقيين على أنهم أدنى درجة ومستوى منهم، لهذا دعا رئيس التحرير وكالة مهر الإيرانية العراقيين إلى ترك العروبة المزيفة، وطلب منهم تغيير ملابسهم الدالة على تلك العروبة لكي يتمكنوا من الاقتراب من مرتبة الإيرانيين. الدكتور ماجد السامرائي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن مثل هذا التصريح يؤكد أنها ليست مبالغة ما صرح به الكثيرون من العراقيين الذين هاجروا إلى إيران في الظروف السياسية قبل عام 2003 حول سوء معاملة الإيرانيين لكونهم عرب أو لكون العراقيين عرب، فمثلا يحرمون من الكثير من الحقوق، كما يمنع التحدث باللغة العربية في الأماكن الإيرانية العامة. الأخطر أن طهران سعت إلى محاربة عروبة العراق في عقر داره، فبعد 2003 شهدت المحافظات الجنوبية تدفقاً هائلاً للإيرانيين الذين هيمنوا على مختلف الفعاليات التجارية عبر تشغيل معاونين لهم من بعض العراقيين من أصول إيرانية، وبات من الملاحظ هيمنة اللغة الفارسية في التداول اليومي لتلك المناطق، وسيطرة العملة الإيرانية التومان قبل انهيارها مؤخراً. قد تكون مثل هذه الظاهرة طبيعية بين بلدين جارين، رغم أن العراق جار لكل من الكويت والأردن والسعودية، لكن حين تصبح مقصودة لصالح تكريس إيران ونفوذها في العراق تصبح ظاهرة شاذة وجبت محاربتها. ووصلت السيطرة الإيرانية إلى حد تعطيل ماكينة الإنتاج العراقي الصناعي والغذائي والزراعي مقابل فرض الإنتاج الإيراني على السوق. يحصل هذا لشعور النظام الإيراني بقدرته على التحكم في شؤون العراق واستناده على ولاء الكثير من السياسيين العراقيين النافذين، وهذه الحصيلة هي التي دفعت المسؤولين الإيرانيين إلى التعبير عن عنجهيتهم في مناسبات عدة أمثلتها لا تحصى، منها قول علي يونسي مستشار الرئيس حسن روحاني الذي جاء فيه أن بغداد عاصمة
إمبراطورية إيران. الكاتب يقول إن الحكام الإيرانيين وبمختلف مراتبهم الرسمية يتملكهم شعور أعمى أنهم ولاة وأساتذة السياسيين في بغداد الذين عليهم الطاعة وعدم التمرد، وأن تحكم السياسة الخارجية العراقية بما لا يتعارض ومصالح إيران في المنطقة، ومن يشذ عن هذا الطريق يفقد رعاية ومحبة المرشد الأعلى. نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالا لكينيث روث شدد فيه على ضرورة أن يتوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القصف في الأراضي السورية قبل أن يبدأ الغرب في دفع فاتورة إعادة البناء. ويوضح الكاتب أن مصير ما يقرب من 2,300,000 سوري في إدلب آخر الجيوب التي تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة في سوريا أصبح بين يدي بوتين. الكاتب يضيف أن المنطقة تعرضت بالفعل لأنواع مختلفة من القصف العشوائي المتعمد دون تمييز بين مدني ومسلح، مشيرا إلى أن سياسة بوتين هي العصا والجزر، فهو يدلي بتصريحات يدعي فيها تقديم مساهمات مالية ضخمة لسوريا بحيث يكون من السهل على المهاجرين العودة إلى ديارهم. ويوضح الكاتب أن العصا التي يمسك بها بوتين هي التهديد بالسماح بالمزيد من الهجمات الجوية على آخر منطقة تحت سيطرة مسلحي المعارضة في إدلب شمال غربي سوريا، لتصبح مشابهة لبقية المناطق السورية التي تعرضت لقصف عشوائي من القوات الجوية السورية والروسية، بحيث تحولت مساحات شاسعة من الأراضي السورية إلى تلال من الرماد. ويرى الكاتب أن أسلوب العصا والجزر غير موفق، فالقصف المنظم الذي قامت به قوات النظام السوري والطيران الروسي دمر مدنا عدة في سوريا، ومن هنا فإن الثمن المقدر لإعادة إعمار ما تم تدميره يصل إلى 250 مليار دولار، ولا يستطيع بوتين الذي يعاني من مصاعب اقتصادية المساعدة في الإعمار إلا بشكل محدود. يجد الكاتب أن الدعم الغربي في عملية الإعمار ليس كافيا من أجل تخفيف مخاوف اللاجئين ودفعهم للعودة إلى بلادهم مرة أخرى، ويطالب الحكومات الغربية بالسعي أولا للضغط على بوتين لوقف عمليات القصف التي تمارسها قواته في سوريا قبل البدء في توفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار البلاد. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. تمكن بعض هواة الأجهزة المرتبطة بالإنترنت من تصنيع أساور تغني حامليها عن حمل المفاتيح أو محفظة النقود خلال إجازتهم، وتمكن هذه الأساور أصحابها من فتح غرفهم ودخول بركة السباحة ودفع فواتير وجباتهم. وبحسب موقع الجزيرة نت، فإن المشرفين على المخيم السياحي غرينيت الواقع بجزيرة ري في فرنسا يقولون إنهم استثمروا 400,000 يورو في نظام الأساور متعدد الوظائف المذكور، وهذا الجهاز ذا الألوان الزاهية غدا ظاهرة هذا الصيف في بعض المنتجعات، فهو منتشر في الشواطئ والجبال وحتى الحفلات الموسيقية الكبيرة. يقول صاحب هذه الفكرة جان ماري سينغور، وهو أحد المولعين بالتقنيات الجديدة، إن هدفه كان في البداية يتعلق بقضايا الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة، إذ يمكن لهذا السوار مثلا إغلاق الكهرباء عن بعد. والآن نذهب إلى الكاريكاتير.
وفي الختام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.